حاصلة لأهم أخبار اليوم في السويد من شبكة الكومبس، أهلا بكم. سفير السويد لدى الأمم المتحدة أولسكوغ يطالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن أن لا تعمل فقط على خدمة مصالحها الوطنية، بل أن تأخذ بعين الاعتبار الشعوب التي تنظر للمنظمة الدولية بصفتها الهيئة الرئيسية التي تحميهم من الأزمات والصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان التي وصفها بأنها وصلت إلى أدنى مستوياتها في الوقت الحالي. واعتبر سكوغ في مؤتمر صحفي عقده في نيويورك مع بداية تولي بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي كعضو غير دائم، أن هناك انطباعا قويا بأن المجلس لم يكن فعالا بشكل دائم وكما ينبغي أن يكون، مشددا على سعي السويد لتغيير هذا الانطباع من خلال توليها رئاسة المجلس. تمر اليوم الرابع من شهر كانون الثاني يناير الجاري، سنة واحدة على تطبيق إجراءات الرقابة على جسر أوريسوند الحدودي والذي يربط كل من السويد بالدنمارك. وقد تمكنت الحكومة السويدية بعد وقت قصير من تنفيذ تلك الإجراءات من تحقيق هدفها في الحد من تدفق طالبي اللجوء إلى البلاد، حيث انخفضت أعدادهم بشكل حاد. وقالت مسؤولة الاتصالات لدى شرطة مراقبة الحدود إيواغين فيستفورد لوكالة الأنباء السويدية إن تلك الإجراءات خلقت توقفا أساسيا، وإجراءات الرقابة على الهوية كان لها تأثير فوري على ذلك حسب قولها. مدينة مالمو تشهد 4 حوادث إطلاق نار يوم أمس، فقد قتل شاب وتعالج شابة أخرى تبلغ من العمر 18 عاما بعد إصابتها ب4 طلقات نارية، كما تعرض سائق باص وعائلة لديها أطفال لإطلاق نار. قائد مركز التحكم لدى الشرطة كالي بيرسون وصف مجرى بأنه عبء على جهاز الشرطة والمجتمع على حد سواء، ولم يعرف بعد مرتكبو تلك الحوادث التي أكدت الشرطة عدم ارتباطها بعضها ببعض. مركز الأرصاد الجوي في السويد يطلق تحذيرا من الدرجات الثانية من مخاطر ارتفاع كبير جدا في مستوى سطح المياه بسبب العواصف في أوريسوند خلال اليوم. المركز توقع أن تشهد الجهة الجنوبية من هذا الجسر ارتفاعا لمنسوب المياه تراوح بين 80 إلى 110 سنتيمترات، ما يعني في المقام الأول مخاطر حصول فيضانات في المناطق المعرضة للخطر على طول الساحل والمناطق المنخفضة، لكنها لن تولد أي موجات مباشرة حسب مراكز الأرصاد الجوية. حتى تألى العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في السويد أولياء الأمور الذين لديهم أطفال رضع على ضرورة إبقائهم في المنزل تحسبا من إصابتهم بفيروس RS ومرض الإنفلونزا وقيء الشتاء. وفق للتلفزيون السويدي فإن ضغطا كبيرا تشهده المستشفيات السويدية بسبب إصابة الكثير وبشكل أكثر من المعتاد بفيروس RS الذي يصيب الأطفال الصغار في الغالب. وفي الوقت الحالي مشاهدين هناك حالات إصابة بالإنفلونزا وبإنفلونزا فيروس القيء الشتوي وفيروس RS، ويمكن لهذه الفيروسات أن تشكل خطورة حقيقية على حياة الأطفال الرضع، فيرجو الانتباه. لجنة التنمية الريفية تكشف عن تدابير عدة لإحياء مناطق الريف في البلاد، ومن بينها نقل ما يقارب من 10,000 وظيفة من وظائف الدولة المتواجدة في العاصمة ستوكهولم وتوزيعها على الريف. اللجنة المكونة من ممثلين عن الأحزاب الثمانية الرئيسية في البرلمان السويدي شددت على ضرورة ردم الفجوة بين المدن والأرياف التي اتسع نطاقها، مؤكدة أنه من حق الجميع التمتع بالخدمات الأساسية للدولة. وعد عن نقل عدد كبير من الوظائف إلى المناطق الريفية، فإنه من المقرر أن يكون في تلك المناطق تواجد أكبر للدولة من خلال مؤسسات حكومية عديدة كمصلحة الضرائب وجهاز الشرطة. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.